السلام عليكم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا من أحد البرلمانيين والذي ظهر في صورة حديثة وهو يخنق اللاعب الجزائري حسين بن عياد على سبيل المزاحة بعد الحادثة والتي وقعت في المباراة النهائية بين المنتخبين الجزائري والتونسي. واستنكر ناشطون على الفيسبوك هذه المزحة والتي تعكس دعم البرلمان للعنف في الملاعب وتأييد خنق بن عياد لحنبعلة، بالإضافة إلى نشر الفتنة بين شعبين شقيقين. وكان الإعلام التونسي قد شن حملة واسعة ضد اللاعبين الناشطين في الأندية التونسية، وخاصة بعد تصريحات المعلق المثير للجدل عصام الشوالي والذي قال أن تونس هي من صنعت اللاعبين الجزائريين كل هذا الحقد والبغض والانتقادات اللاذعة، فقط لأن الجزائر فازت بكأس العرب عن جدارة واستحقاق على عكس المنتخب التونسي والذي صعد إلى الدور النهائي عن طريق الحظ، وخاصة في مباراة نصف النهائي مع المنتخب المصري.